انا الاشكال عندي انت انا وياك. علاش معولين زعما هادشي اللي باقي لنا في حياتنا اللي ما ضامنينوش واش نرجعوا به للدار ولا ما ضامنينوش؟ اش معلاش معول غدير انت؟ هذا كان معول انه غادي يمشي يحفظ كتاب الله، انت اش معول؟ معول تخرج معاها من في الليل؟ علاش معول؟ معول باش توجد الجلسه ديال السبت. علاش معول؟ قولي علاش معول؟ معول تقطع الكارو وبركه من الطنز، قطع يما سلينا راه الا ما ضرعتش خاطرك على هذه ما عرفتي انت غادي تضرك خاطرك. وما تظنش بلي هذا الشيء راه كيطرى غير الاخرين، راه ولاد الاخرين اللي تيموتوا، راه الشيبانيين اللي تيموتوا، راه المرضى اللي تيموتوا، راه ملي قال الدراري طلعوا بلاتي انا غادي نهبط غير نتشلل باقا فيا شويه الرمله، راه ما كانش داير في بالو راه غيهبط غيغرق غيموت، راه كان في بالو غادي يمشي وغادي يتشلل وغادي يتوضا وغادي يطلع وغادي يصلي الصلاه ديال هذاك وديال العشاء ومن بعد يرجع مع الدار وغيقلب على فين يختم القران. معول معول معول، لكن على الاقل راه معول على مسائل ديال الخير، انت علاش معول؟ وراه هذا وقت اتخاذ القرار الشربه، وباب الله عز وجل الذي فتحه للتوبه مفتوح لا يغلقه احد، ما كاينش اللي وقف بينك وبين التوبه باش ما تجيش عند سيدي ربي وتقول ليه لا سيدي ربي تقول لي حطيتي لنا باب التوبه راه كنمشيو عندهم وكيسدوا علينا الباب، بابه مفتوح بينك وبينه مباشره، فاري الله عز وجل منك خيرا. ها هما قال لك اودي في الشرونه قال لك نهار 15 جويلية ان شاء الله تعالى راه غادي تفتحوا المساجد، انت النهار وما طال وانت جالس كتهدرز في الفيسبوك احلوا الجوامع الجوامع ها الجوامع غيتحلوا ورينا واش غادي تدخل لهم ولا غادي تمشي تنص تجلس تفرج في الماتشات ديال الكره. نهار وما طال الموت وسيدي ربي والموت علينا حق، ها الموت قدامك كتشوف فيها بشاب صغير يدق في باب العشرينيات، انت شنو وجدتي؟ شرف راه ما بقاش عندنا الوقت اللي نداو الراريو بعباد الله وندرجوا الهضره ونقولوا لكم شويه ديال اللغه العربيه الى اخره، ما عندناش الوقت ما عندناش الوقت، ومحتاجه الامه اي واحد فيكم واحد واحد محتاجه الامه. انا ملي كنت كنشوف يوسف كيحضر الحلقه ديال الدرس كنقول هذا الشاب من كثره ما هو درويش وسكوتي وغادي جنب الحيط كنقول هذا النوع اللي لمشى تمات بالميزان المادي، الميزان المادي ماشي الميزان ديال سيدي ربي، بالميزان المادي كنت كنقول هذا النوع الى لا مات ما غيعقل عليه حتى واحد. الناس غادا تقول شكون هو هذا الولد ما عقلتش عليه، انا كان كيجلس حدا يقول لي ما عقلتش عليه، لكن بمجرد ما جا نبا الوفاه ديالو فيسبوك وليت كنصحاب الفيسبوك في غير هو. من كثره ما نشر الشباب صورته وتعاطفوا معه بل من الناس من صار يدعو له بظهر الغيب وهو لا يعرفه. قلت لكم ما كنعرفوش ولكن هذا الوليد هذا شتو حبيته باش عرف بلي راه كاين موازين اخرى اللي هي الموازين ديال رب العالمين. ونسأل الله أن هذه الإشارات كلها اللي شفناها عليه نسأله أن تكون له بشارة خير وعاج من عاجل بشرى المؤمن، وأن يكون الرب عز وجل قد أعد له ما هو أفضل وما هو أكمل وما هو أجمل وما هو أعلى عنده في دار مقامته.